والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القائل في كتابه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والقائل في كتابه الكريم: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين في الأزل في الأزل. ولقد سبقت كلمتنا، الدنيا دي ما يتم فيها تجسيد لما هو مسطور في عالم الأزل قبل خلق الدنيا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين بماذا يا رب؟ إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، القائل لصديقه وهو في عمق الأزمات: لا تحزن إن الله معنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ونستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون الأكارم، من إساءة الأدب مع سيدنا ومعلمنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي رأس السنة الهجرية ولا تمتلئ الدنا بالحديث العلمي الواعي عن الهجرة النبوية المباركة. وكان الفاروق رضي الله تعالى عنه على بصيرة وملهما حين بدأ التأريخ بالهجرة واعتبر بداية السنة هي العيد والحفاوة بهجرته صلى الله عليه وسلم. هجرته تمت في ربيع، وصل المدينة في 12 من ربيع الأول. ولد في هذا اليوم ووصل المدينة في هذا اليوم وقبض إلى الله ربه في هذا اليوم. فلو ترك الفاروق الأمر على حاله لحرنا أن احتفل في يوم 12 من ربيع
بمولده أم بهجرته؟ أم بهما معا؟ نحن مع رسول الله في كل لحظة، لكننا نصدح ونجهر بالحفاوة برسول الله في شهر المحرم بهجرته، وفي شهر ربيع بميلاده، وفي شهر رجب بإسرائه ومعراجه، وفي شهر شعبان بتحويل القبلة له إرضاء له. فلنولينك قبلة ترضاها. الله يلتمس رضا رسوله صلى الله عليه وسلم، الله يحب أن يرضي رسول الله، فهل نحن حريصون على إرضاء رسول الله؟ أنا أعجب، نحن محتاجون إلى شفاعة رسول الله، ولن يأخذ الله بأيدينا على الصراط إلا بشفاعة رسول الله، ولن ينجينا الله من هول وخوف القبر إلا بتطلع رسول الله أن يدعو لنا ربنا أن ينجينا هول القبر. كيف بالله عليكم؟ نأمل ونتمنى ونرجو شفاعة سيدنا رسول الله ونحن نخالف منهجه في هذه الحياة. ألا نستحي؟ استقيموا على الصراط وأطيعوا الله ورسوله لكي تحظوا بعفو الله في الآخرة وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس من اللياقة ولا من الأدب مع سيدنا أن يمر شهر الله المحرم ولا تغرد بلابل الخطباء فوق المنابر في كل جمعة بجمال هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد قلت هنا وفي غير هنا أكثر من مرة إن الهجرة وحدها نستطيع أن نقضي خطب العام كله فيها دون أن نكرر، درست وتدرس وأنجزت فيها كتب وبحوث، وبحمد الله طالعنا ذلك كله بقدر ما أتيح. لكن بعد كل كتاب أو كل دراسة أقرأها كنت أقول فات هذا الكاتب أن يعلق على كذا وأن يمر على كذا، وأسطر ذلك في تقريض في نهاية ما أقرأ. لم أجد أحدا قد أحاط بالهجرة خبرا وألم بأحداثها ودروسها ذكرا، لكن ذلك لكي يستطيع مثلي الضعيف أن يجد شيئا يقدمه للمسلمين في كل عام. أيها الإخوة الكرام، اسعى ما شئت واعرق ما شئت، والتمس من الأسباب جميعها، ولا تفرط في وسيلة تحقق لك مرادك أبدا، لكن اعلم أنه مع كل ذلك ومع شديد حرصك وشديد تعبك لن يتحقق لك شيء
إلا إذا ظفرت بتوفيق الله وعونه. دي عقيدة، لا تهمل، لا تقصر، اسعى بكل ما تستطيع والتمس من الأسباب كل ما يتاح لك، لكن ثق أنك أنت والأسباب صفر، وتحقيق المراد يتم بإرادة الله. دي عقيدة، دي عقيدة. هو ابنك جاب 99% يعني شاطر أو ماهر؟ والله أبدا. وابن التاني خايب وجاب 68 ولا بتاع، هذه أرزاق قسمها الله في ذلك العالم الأول في عالم الأزل بعدل وحكمة، فكل حاصل على ما كتب له كائنا الأمر ما كان، ولن يكون إلا ما كتبه الله أزلا. في الهجرة اتخذ الرسول كل الأسباب كلها، ما ترك سببا أبدا، وبذل كل جهده، هو الصديق. لكن ما كان للهجرة أن تنجح لولا أن الله كتب لها النجاح. أنا عاوز أقول لك اسمع كلام الله، هو أنت فاكر أنك هتسحب من رصيد التوفيق؟ التوفيق ده حاجة زي في بنك أنت حطيت فيه عملة اسمها الطاعة والعبودية لله رب العالمين، تروح بقى تسحب توفيق في العمل تلاقي، توفيق للأولاد تلاقي، هداية للأولاد وللزوجة تلاقي، قضاء أمر من الأمور ومصلحة من المصالح تلاقي، ما أنت عندك رصيد. بتسحب أي عملة لما تروح تقول للبنك أنا عاوز تديني 10,000 دولار الآن، ما يقدرش يقول لك لا خالص، أنت لك. طب أنا عاوز ريالات سعودية، يديك. طب أنا عاوز دراهم مغربية، يديك. عاوز جنيه مصري، يديك، لأنك لك رصيد. الرصيد عبودية، عبودية، تمشي مظبوط مع ربنا، تمشي مظبوط مع الناس. أما تلاقي عيل وقع منه لقمة في الأرض تميل تجيبها وتحطها على حيطة، ولا تحطها في سيالتك أما تروح، مراتك تحطها للكتاكيت ولا الوز ولا بتاع، إنما تمشي وتدهوس وتهروس ما ده مش طاعة، مش عبودية. تلاقي مسمار أو إزازة مكسورة تميل تشيله لحسن يجرح مسلم أو دابة، تلاقي ورقة من مصحف أو من كتاب علم مقطوعة ومرمية ما تدش تميل تجيب وتعين في جيبك بدل ما فيه سلة مهملات، وتروح البيت تحط كل حاجة في مكانها، تحرق ورق المصحف والعلم، تحط اللقمة في الفضلات اللي محطوطة للكتاكيت، والمسمار تتصرف فيه تحطه في حتة كده وتبقى تتخلص منهم بوسيلة. هو دي العبودية. مش دي بقى بس، ده أنا بجيب لك أقل حاجة. وبعدين بقى تلاقي واحد مش قادر يمشي تاخد ايده، تلاقي واحد بيتزحلق تشيله. العبودية انك تنفذ الخير في كل وقت طول ما انت يقظ، بالاضافة بقى للصلوات والزكوات والكلام ده. اما تعمل الكلام ده تبقى حققت العبودية. تقوم تقول له يا رب انا ماليش غيرك. الواد امل يخش كلية الصيدلة، يروح مديله هو 99%، ده هيكون مكتوب أزلا، وعبوديتك مكتوبة أزلا. يرتب الله على حسن العبودية توفيق الولد واستجابة دعائك. النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش حاجة، ربي أخرجني مخرج صدق، ربي أدخلني مدخل صدق،
وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. شوفوا كلمتين بصف زاهم بس اتعمل البرنامج لنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الآية ربنا بيقول فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله، شوف بقى، فأنزل الله، الفاء هنا معناها إنه يدوب الألف من كلمة معنا والسكينة نزلت، لأن الفاء بتدل على الترتيب والتعقيب، يعني سرعة حدوث ما بعدها. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أنا أما صليت الفجر وقعدت عشان أكتب لكم كلمتين، أنا فقير بشحت من الكتب، ما أقدرش أقول هنا كلمة إلا إذا كانت موثقة حديد، عشان أنا ما أقدرش أدلس أبدا، لأنه شايفني وسمعني ومطلع، كلام علمي علمي. فلقيت الآية دي تاخد مني قد إيه؟ 3-4-5 أشهر. فوقفت عن وأيده بجنود لم تروها، 4 كلمات اصطلاحية، إنما نحوية، الواو كلمة وأيد كلمة والهاء كلمة، ها، والضمير المقدر أيده الله يعني كلمة، والباء كلمة، بجنود وجنود كلمة، ولم كلمة، وترى كلمة، والواو كلمة، والهاء كلمة، ها لم تروها، تروها دي 3 كلمات، بل إن التاء للمضارعة والفعل وواو الفاعل وهل مفعول، 4 كلمات تروها دي. لكن احنا هناخد بالجملة كده، الناس الغلابة اللي هم فقراء في العلم زي كده هنقول وأيده كلمة بجنود كلمة ولم كلمة وتربها أو تروها كلمة، بيسموها العلماء كلمة اصطلاحية يعني. قلت ايه الجنود اللي ما شافوهاش وايدوا بيها؟ لقيت العجب. انا قلت لكم الكلام ده مره، لكن انا طمعان ان ربنا يفتح علي بحاجه جديده فيه، ولحد دلوقتي ما لقيتش لسه رزقكم اللي هيجي. يعني هو الراجل من ضمن الاسباب اللي اتخذها سيدنا النبي والصديق انهم لو مشوا في الطريق المعتاد المعروف اللي بتمشي فيه القبائل القوافل والتجارة، قريش حتتتبعهم، ولما تتتبعهم وهم في الطريق العادي، هم غلابة الجمال بتاعتهم مكسرة لأن فلوسهم قليلة، فبحثوا عن راجل تعبان وقالوا نمشي معاه. إنما قريش عندها أحصنة وعندها فرس وعندها جمال قوية هتجري، اللي يمشيه النبي وصحبه في يوم يجيبوه قريش في 2 أو 3 ساعات، زي فرعون وموسى بالظبط. أم راحوا يدوروا على دليل عارف المسالك الملتوية في الصحراء ما حدش بيمشي فيها أبدا، هتطول المسافة بس ما حدش هيصطدنا، أحسن واحد لقوه عالم بطرق الصحراء واحد اسمه عبد الله بن أريقط. عبد الله بن أريقط مشرك، يعني مع أبو لهب وأبو جهل، مش مع النبي والصديق. أدي 1. 2، عبد الله بن أريقط أعلنت قريش
ان اللي يجيب محمد او راسه او ابو بكر وابو بكر او راسه او يجيب الاثنين برسهم او يجيب رسهم مع بعض، الراس لها 100 ناقة مكافأة. يعني لو جاب سيدنا النبي حي او جاب راسه ميت 100 ناقة، ولو جاب الصديق حي او جاب راسه وهو ميت له 100 ناقة. عبد الله بن أريقط فقير جدا مش لاقي الدقة بيسأل الله في حق العشاء، مش لاقي، وهو النبي موعود بالفقراء، ما هي اللي خدته عشان ترضعه ويتعلم الفصاحة في البدو؟ كانت حليبة السعدية أفقر واحدة في الجماعة المرضعات اللي جايين ياخدوا المراضع الفقراء، أهو طريقته بقى. ولذلك من دعائه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يا خبر أبيض على المساكين دول، سنتهم مش فايتة أبدا. اوعى تزعل المسكين ويبص بعينه في السماء، اوعى، هتستوى وتديله لما تكسعمه، بس بحق يعني، ونبقى نقعدكم قعدة ونصلحكم. انما مسكين ولا واحد تبع ربنا من الجماعه اللي انتوا بتقولوا ده بيريله، اوعى من دول، هم دول ما تعرفش، انا ما اعرفش قدامهم ايه وراهم ايه. فهو النبي كان بيحبهم قوي ويعطف عليهم قوي، وكان مؤدب معاهم ادب عالي. لما جاله ابن مكتوم الاعمى وكان هو في مهمة دعوية ولده معاه المشركين وخلاص هيؤمنوا وينتصر الإسلام، اتلهى فيهم قوي. فالراجل يا ولده يكونوا كفيف، ما هو شايف وضع النبي، فألح في السؤال. فالنبي اترسمت على وشه خطوط من الغضب، ف ربنا عاتبه عتاب شديد. عارفين كان بيقابل عبد الله بن أم مكتوم ازاي بعدها؟ يقرأ السلام، يرد السلام ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. شوفوا الشجاعة الأدبية، مش يتكسف انه يقول الكلمة دي، لا ابدا ابدا، ده شرف. وانت ريت ربنا يعاتبك حتى بالسياط والزخم، هو عتاب ربنا ده حاجة تانية، العتاب لغة الأحباب. الراجل فقير، قريش أعلنت الإعلان بتاعها عن المسابقة الدولية دي، والراجل مشرك، كان ممكن وهو نايم في وسط دارهم الأول يحط رجل على رجل ويطير قلامة خبر، قلامة من خبر، زي القلامة اللي بتقطعها من ضفرك اما ضفرك يطول، قلامة خبر للمشركين، هيعملوه زعيم كبير وهيدوله 200 ناقة وهيروحوا يقبضوا على النبي والصديق في قلب الغار. راجل مشرك وفقير محتاج وهياخد 200 ناقة، طب وهو لما هيودي النبي ويرجع هياخد كام ناقة واحدة؟ يعني هيضرب شهر رايح جاي ويتعب التعب ده كله وناقة. لو هو مسلطح في بيتهم هيبعت قلامة خبر لقريش وياخد 200 ناقة. إنما بقى تسمع بقى، انتوا فاكرين انها سايبة يعني؟ فاكرين مسألة استروبيا؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، بإيه؟ بقدر. وما خلقنا السماوات والأرض وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. شوف الجملة الساخرة،
ده الكلام الفارغ بتاع الذين كفروا. فويل للذين كفروا من النار. ما عملش كده الراجل. القلب اللي جواك ده مش بإيدك، قلبك مش بإيدك. إن كان بإيدك أنت عندك بطء في ضربات القلب، أنت والطبيب بقى سرعوا الضربات دي، تقدروا؟ طب اتعالوا. ما تقدروش إلا أن يشاء الله. فربنا راح دايس على الزرار بتاع قلب عبد الله بن أريقة الناحية التانية، مش فيه أي جهاز كده، فيه زرار أوف بتفتح عليه بتفتح بيه والتاني بتقفل بيه، هو نفس الشيء. ربنا راح متكي على الزرار اللي في قلب عبد الله بن أريقة، فصار حبه وميله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره المشركين. بدوس على زرار قلب عبد الله بن أريقة، دوسة إلهية. يا سلام. الآية 24 و25 في ستنا سورة الأنفال المباركة بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عارفين يحول يعني إيه؟ يعني يبقى قلبك جواك ويروح محوله إلى الوجهة اللي هو عاوزها. فربنا حول قلب ابن أريقط إلى رسول الله، فاختاروا أنه يحافظ على سره ويكون أمين ويفي بالوهد معاه لحد ما يوصلوا بسلامة الله بناقة، ورفض انه يبلغ المشركين عن مكان الرسول والصديق، ولا يروح ولا يجي وياخد 200 ناقة. اللي عمل الكلام ده مين؟ الكلام ده اشتغل ربنا على ايه؟ على قلب عبد الله بن أريقة. طيب القلب ده، تحويل القلب ده انتوا شفتوه؟ طب عبد الله شافه ابن أريقة؟ طب حد يشوف التحويل اللي تم في القلب؟ ابدا. فانا قلت من ضمن الجنود التي لم نرها تحول الانتماء في قلب عبد الله بن أريقة الى رسول الله وليس الى المشركين. هذا التحول صنع الله الذي أتقن كل شيء. جنودا لم تروها قعدوا يعلفوا، ولا يعني معلش آسف التعبير، قعدوا يعلفوا فاربعين فحل من فحول شباب مكة. الواحد منهم كفيل بانه يبلع النبي واقف. انما طب ورب النبي فين يا اخوانا؟ من حيث الشكل والبتاع عيال، 40 كل واحد فيه له سيف يكسر العظم بتاع النبي اكتر من لحم، وبيعلفوا فيهم من شهر وزيادة، يأكلوا ويناموا بس عشان ينفذوا الخطة بتاع أبو جهل اللي زكاها الشيطان، أو خطة الشيطان نفسه في بعض الروايات. السهيلي في شرحه على السيرة على الهجرة النبوية، في شرحه على ابن هشام في الهجرة النبوية، قال إن 2 والله أعلم أي ذلك كان، وأنا كذلك بقول زيه، أنا ما أعرفش. المهم الخطة دي
الأربعين يقفوا يقعدوا ويمسكوا السيوف بعد ما الباب بتاع محمد ده يتقفل من الساعة 10-11 كده، ويمسكوا السيوف ويقعدوا، وهيجي خارج من الباب كله يرفع السيف وضربة واحدة ويموت محمد. ومين اللي موته؟ ابن فلان لابن فلان لابن فلان، يتفرق دمه في القبائل فياخدوا الدية وكل عام وأنتم بخير. هم مش مؤمنين بأن محمد ده تبع ربنا، هم كفروا كلك. الولاد جم وقعدوا والسيوف حاطينها في الأجربة وجاهزين، وأمر النبي بالخروج وقال له ربنا ابقى اقرأ سورة ياسين لحد فأغشيناهم فهم لا يبصرون طول ما انت خارج. أرى حاجة بسيطة جدا، لما الشيخ موسى يتعب من تأفيل الأنوار والمكيفات والمراوح والبتاع يروح كده يشد الفيوز، كل ده هيطفي، مش كده ولا لا؟ ربنا شد الفيوز بتاعة دماغ العيال الأربعين، ناموا كلك في لحظة واحدة. الكلام ده مش عاجب درمنجم يا فندي. طب واحنا منتظرين نبني عقيدتنا وديننا عليك يا درمنجم، ما تروح تبيع بصل ولا حاجة احسن لك. درمنجم ده كذاب من الكذابين المستشرقين، عملوا لهم هنا طنطنة وبتاع في عصر كانت غلبت فيه العلمانية شوية. ده بيقول لك وهل من العقل أن ينام الأربعون في لحظة واحدة؟ يعني ألم يستيقظ منهم واحد؟ لا. أما أنت تلم قوي، أما البشرية كلها هتموت يوم القيامة في لحظة، إزاي يا درمنجم؟ هو ما عندوش إيمان ولا يوم قيامة ولا بعث ولا بتاع. إحنا ما لناش دعوة إلا بفكرنا إحنا اللي بناخده من الكتاب والسنة. النبي قال أغمض وأخذ الكلام. ربنا سحب الفيوز بتاع الوعي بتاعته فكلنا خرج النبي وألهم انه يميل تحت رجله، الارض كلها تراب ورمل وبتاع، جاب حفان وعلى راس كل واحد وحط حبه نكايه فيهم. شوفوا الاذلال بقى، اما حاجه يعني هو بس النبي ما كانش يحب يذل حد، لكن الله عز وجل يريد ان يذلهم فألهمه أن يفعل ذلك ففعل. مين اللي بعت النوم تسلل إلى أدمغتهم جميعا فناموا في لحظة واحدة؟ هي دي الجنود. النوم ده أنت بتقدر تشوفه؟ ها؟ قلت لك إيه هو النوم؟ أنت بتنام كل يوم وكل ليل ما تعرفش تعرف النوم. النوم ايه النوم يعني؟ ما تعرفش الله. لا بتلمسه ولا بتشمه ولا بتسمعه ولا بتشوفه ولا بتدوقه، مش محسوس. لم جنودا لم تروها. الجنود هنا النوم. سراقة بن مالك، الجماعة اللي جم يلفوا ويدوروا ويدوروا على المكان وراحوا الصحراء ولفوا حوالين الغار يدوروا في كل مكان حوالين الفتحة بتاع الغار، والصديق يشوف رجليهم يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ تقول في اثنين ربك ثالثهم يا أبو بكر. يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. يوم ربنا يسجلها وينزلها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. إيه اللي خلى دول يدوروا في كل شبر في كل سنتي حوالين الغار ويقولوا الواحد منهم أشوف الغار ده؟ يقوم يقولهم إن عليه لعنكبوتا من قبل ميلاد محمد.
ربنا يسخر منهم هم واحد قائد بيعيك كده يقول له انت يا ابني بص يا ابني على الغار ده كده بعينك يمكن يكونوا فيه، يروح لحد هناك يلاقي الشجرة ويلاقي العنكبوت وحمامتين راقدين وبيضين وراقدين على البيت، راح قال لهم إن على الغار إن عليه أي على الغار لعنكبوتا من قبل ميلاد محمد، واحد منهم يكلف من كبير إنه يشوف الغار، يقوم ربنا يقلب التكليف إنه يشوف العنكبوت يدافع عن النبي ويقول لهم ده عليه عنكبوت محمد، مين كان هيشيل العنكبوت ده لو هيخش الغار؟ ده مسدوب بعنكبوت يا عم، كبوت لا يبقى مش شنه، يلا بينا يلا. والصديق جوه قلبه هيقع واقع في ركبه، انما لا تحزن ان الله معنا. في واحد كان فارس قوي سمع عن المكافأة الكبيرة 200 ناقة، كان عنده حصان بيسبق الريح اسمه سراقة ابن مالك ابن جعشم، تاني يلف في الطرق لما عتر فيهم، من هنا كده بينه وبينهم 3 كيلو. أبو بكر كان بصره حاد جدا، يا رسول الله هذا سراقة ابن مالك قادما بفرسه متقلدا سيفا، فماذا نحن فاعلون؟ قال ذره يا أبا بكر، سيبك منه أبو بكر، النبي ده قلبه حديد ولا إيه؟ ها؟ انتوا نسيته، فأنزل الله سكينته عليه. السكينة لما تيجي قلبك، لو الموت قبلك في الطريق خده في حضنك وهتمشي سالم، السكينة بس عاوزين أهلها عشان يلاقوها. دعه يا أبا بكر، راح قايل يا محمد يا أبا بكر لن أوذيكما بشيء ولن أخبر عنكما أحدا، انتظراني حتى آخذ منكما عهدا. سراقة وهو ماشي، الفرس ده إيه؟ ده بيمشي في الهواء، فرس سراقة مضرب الأمثال في الجزيرة. فجأة ساخت قدما الحصان في الرمل، راح ضربه فنهض الحصان فقفز قفزة فساخت قدماه في الرمل فضربه فنهض الحصان، ثم ساخ الثالثة فضربه فنهض الحصان. يقول سراقة فعرفت أن محمدا منصور الكافر، فراح متحول قلبه إلى الإيمان. بس بقى عاوز أعمل معاه حاجة عشان لما ينتصر ما يضيعنيش، ده هيدمر كل أعدائه. فوقفه قال له قف له يا أبا بكر، وقف له، قال أنا لكم علي لا أبل، أنا مش مؤمن بك لكن لكم علي لا أبلغ عنك، لأن البلاغ عنك هاخد 200 ناقة زي ما أنت عارف. قال له لا هبلغ عنك ولا هقول أنت فين ولا هجيب سير لحد ولا محتد، وأنا عارف أنك هتتنصر، أنت منصور، أنا عاوزك تكتب لي كتاب، اكتب لي ورقة، يعني المكتوب اسمه كتاب، اكتب لي ورقة تكون عهدا بيني وبينك يوم ينصرك ربك. ما تيجي تطير رقبتي أقول لك هتنسى دي؟ أم راح كتب له كتاب، يعني لما ننتصر أنا حكرمك. واسمع، قال له نعم، قال له أنت حتسلم، أنا بقول لك وأنا محمد بقول لك أنت حتسلم في يوم من الأيام، وحتلبس سواري كسرى. أنت عارف السوارين بتوع كسرى؟ حتلبسهم، حتسلم وحتلبسهم. ولذلك أسلم الرجل، ولما فتحت فارس
في عصر في خلافة سيدنا عمر، قالوا قال له انت فاكر البشرى بتاع النبي بتاعنا ولا نسيت يا سي عمر؟ قال له فاكر يا سراقة، هاتوا الصورين البس يا سراقة. شوف النبوءة الغريبة يا اخوانا، مين اللي صرف قلب سراقة إلى حب رسول الله وعدم الإبلاغ عنه؟ هذه جنود لم نرها، صرف القلب ده حد شافه أبدا؟ الصرف بتاع القلب حد، ربنا حول الزرار مش حدش شافه. دول خمسة، تحول قلب عبد الله بن أريقط، وبعدين نوم الولاد على الباب، وبعدين تحول فكر المشركين عن دخول الغار، والواد يقول ده عليها عنكبوت قبل ميلاد محمد، هذه ثلاثة. أربعة إنزال السكينة. خمسة تحول انتماء سراقة، وأيده بجنود لم تروها. قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ادعو الله يستجب لكم. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون الأكارم، أدعوكم وأدعو نفسي أن نجتهد في كل شؤون الحياة كامل الاجتهاد، وأن يكون الله في وعينا في كل لحظة، نؤمن بأن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه لن يكون في هذه الحياة إلا ما كتبه الله تعالى. يقول عز وجل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، ويقول ربنا سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، خلقناه بقدر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فاعملوا واجتهدوا وابذلوا كل جهودكم وامشوا مع الله مستقيمين. إذا نفذتم ذلك بدقة، الواحد منكم مش هيدعي بلسانه، هيبص للسماء بس كده هو، أما يكتر يقول له علمك بحالي يغنيك عن سؤالي. خليك مع الله، كن مع الله يكن الله معك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
قبل أن أدعو فتؤمنوا، ألتمس من حضراتكم أن تقرأوا الفاتحة لأن يشفي الله ولدي محمداً من المرض الذي ألم به وهو شديد جداً لوجه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، ووفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم وفق قادتنا، اللهم بارك أمتنا، اللهم حقق وحدتنا لخير المسلمين يا كريم. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.